إبليس معا نصنع المستقبل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إلى هذا اللقاء تنبيه من المستوى الأول. سر المفعول بداية من ظاهرة اليوم وإلى غاية أمسية اليوم إن شاء الله عن تساقط أمطار على شكل زخات رعدية إن شاء الله مرفوقة بحبات من البرد تقريبا على جل المناطق الداخلية الوسطى وكذلك منطقة الأوراس وكذلك على منطقة شمال منطقة الواحات. إذن إن شاء الله ننتظر خلال ظاهرة اليوم بعض الأمطار المتفرقة ستخص تقريبا كل من المناطق الداخلية الوسطى وكذلك الشرقية حتى على شمال منطقة الواحات. هنا أمطار على شكل زخات رعدية لتلتحق ليلا على المناطق الساحلية الشرقية وكذلك مناطقنا الوسطى الشرقية. أقول الوسطى الشرقية من ولاية أقول تيزي وزو نحو أقصى مناطقنا الساحلية الشرقية. ننتظر بحول الله أجواء مغشاة على المناطق الوسطى وكذلك الغربية مع هبوب رياح قوي تقريبا على كافة المناطق الشمالية خاصة الواجهة الغربية والوسطى حتى المرتفعات والهضاب باحتمال لحبيبات رمال التي تبقى عالقة في السماء على الهضاب العليا الغربية وكذلك منطقة الأوراس جنوبا. في الأجواء تبقى رعدية كذلك خلال أمسية على أقصى الجنوب منطقة الهوغار والتاسيلي مع زوابع رملية ستنشط على كل من الثورة أقصى الجنوب صحراء الوسطى كذلك على شمال الصحراء ومناطق الجنوب الشرقي. درجات الحر دائما مرتفعة خلال نهار اليوم إن شاء الله خاصة على الهضاب والمرتفعات ننتظر على مقياس 33 درجة وهذا على غليزان معسكر شلف 33 درجة على الواجهة الشرقية على المناطق الداخلية على كل من قسنطينة قلمة ميلا خنشلة سوقهرة حتى على تبسة وباتنا 28 درجة على العاصمة. ننتظر 37 درجة على كل من بسكرة المغير توغورت كذلك ولاية إيلي ولاية جانات أقول 38 درجة على إيليزي وحتى على بشار نفس المقياس على بني عباس وتيندوف. مقاييس ما بين 41 إلى غاية 43 درجة من الصحراء الوسطى نحو أقصى الجنوب خلال الليل إن شاء الله درجات الحرارة الدنيا تبقى فصلية. ننتظر مقاييس ما بين 15 أقول 13 إلى غاية 18 درجة تقريبا على كافة المناطق الشمالية على السواحل كذلك المرتفعات تصل غاية 26 درجة على بسكرة المغير توغورت حتى على ولاية غردية وجانيت 25 درجة على إليزي 20 درجة على تامنراسات نفس المقياس على تندوف وبني عباس تصل غاية 32 درجة كان المقياس على أقصى الجنوب. أما البحر فمصلحة الأرصاد الجوية ترتقب بحر إذن قليل اضطراب على السواحل الشرقية مضطرب محليا على السواحل الوسطى بينما كثير الهيجان على الواجهة الغربية. هنا الرياح ستشتد كذلك على الواجهة الوسطى ضمن تيارات غربية أحيانا جنوبية غربية بإمكانها تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة بينما معتدلة على السواحل الشرقية تتراوح ما بين 20 إلى غاية 40 كيلومتر في الساعة. عن وقت غروب الشمس لنهار اليوم على موصل العاصمة إن شاء الله سيكون بحول الله في تمام 7:48 دقيقة. أشكركم على المتابعة صحفتكم والسلام عليكم.